كان يوم حبك أجمل صدفة ترارم. لما قابلتك مرة صدفة ترارم. يلي جمالك أجمل صدفة يلي جمالك. أما أنا بقى عايز أحكي لك على المكتب اللي حطها في تركيا. علي أرجوك بلاش النهاردة نتكلم في الشغل. ماشي مليح، تحب نتكلم في إيه؟ فاكر يا علي المكان ده؟ فاكر لما كنا بنيجي هنا نتكلم عن نفسنا وعن مشاعرنا؟ طبعا، بس ده كان لسه احلام. طب وماله، وتيجي نرجع نعيش في الاحلام دي تاني يا علي؟ ما ينفعش يا مديحه، لو حياتنا كلها بقت احلام احنا هنحقق ايه؟ اهم حاجه في الموضوع ده الاراده، طالما انت عندك اراده كل حاجه ممكن تتحقق. بص يا مديحه، انا حطيت رجلي على اول سلم على الطريق ومش مستعد ارجع ولا خطوه لورا. انت شايف انك عايز توصل لفين يعني علشان تبقى قريب مني؟ عشان اقرب منك لازم استهلك، لازم اكون جدير بيك، فهمتي؟ يلي جمالك أجمل صدفة صدفة. Every time I find the girl with him, shall I shoot him? Okay, okay. Did you get any message for me today? No, but somebody is waiting for you. Thank you. مراد. علوة. ازيك يا علوة؟ ايه الأخبار؟ أخبار عندك، عملت لي إيه؟ والله لسه ما لقيتش حاجة مناسبة، اديني بدور، بس أنا محتاجك تكون معايا. يا عم أنا تحت أمرك، أنت يعني طلبتني وأنا قلت لأ. ماشي، أنا عايز أعرف بقى أنت إيه اللي معادك في اللوكاندا دي؟ مفيش، لوكاندا لذيذة يعني وتعودت عليها. طب ايه المانع انك انت تيجي تقعد معايا؟ لازمته ايه بس التعب ده مراد؟ لازمته ايه؟ تعب ايه يا جدع؟ توفر فلوس بتدفعها في اللوكاندا دي وفرصه نبقى مع بعض، ننزل سوا ونرجع سوا. بس انت شقتك صغيره يعني مش عايز ازعجك. هي دي الحجه؟ سبت يا سيدي الشقه الصغيره واجرت شقه جديده حلوه تقضينا انا وانت. مبروك. الله يبارك فيك. بس ما دي حفرد عدت عليا، انت عارف ساعات بتيجي من الشغل تعدي عليا. مفيش مشكله، اما تديك ميعاد يبقى تعالى اقفلها هنا قدام باب اللوكاندا. والله يا مراد عندك حل لكل حاجة. أي خدمة.